هندسة شيماء نجار، خريجة كلية هندسة قسم عمارة. بعد التخرج أنا اشتغلت في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لأن ده مجال صناعة أهلي، يعني بقالهم أكتر من 40 سنة. وبخبرتي في المجال مع السنين قدرت إن أنا أطلع ببراند مصري، يعتبر أول براند مصري بيعمل لبس متخصص لأصحاب الجروح أو الكسور. الفكرة دي بدأت تتنفذ من أكتر من 7 سنين مثلا، وجت من الدايرة اللي حواليا، من أهلي ومن أصحابي اللي كان بيتعرضوا لكسور أو بيتعرضوا لعمليات جراحية فيها جروح. فكان بيبقى عندهم طبعا مشكلة في إن هم يقلعوا هدومهم يلبسوها بسهولة، بسبب عدم القدرة على الحركة يعني بسهولة. فابتدينا في الشغل إن احنا نعمل، يعني بما إننا في مجال صناعة الملابس، فابتدينا إن احنا نغير شوية في الديزاين ونعمل لبس ملائم ليهم أو يسهل عليهم الحركة وعملية القلع واللبس. فمن هنا بدأت الفكرة. وبعدين لما لقيت إن الفكرة دي بتريح المريض بشكل كبير، ابتديت إن أنا أشتغل عليها كبراند علشان أقدر أوصل بيها لأكبر كم من المرضى، لأنها هتساعدهم كتير في الحركة. في البداية التصميمات كانت معمولة علشان الناس اللي عاملين جروح أي جرح في أي منطقة في الجسم، وعلشان الناس اللي عندهم كسور سواء بقى في رجليهم في دراعهم في الكتف. بعد ما بدأت لقيت الموضوع اتوسع أكتر من كده، وابتدى ناس يكلموني بحالات معينة مركبين مثلا أجهزة دايمة زي القسطرة زي الكروستمي مثلا، أو مثلا الأنابيب التغذية الوعائية في الأطفال. لما ابتدى الناس تكلمني ابتديت إن أنا أستعين بدكاترة، لأن طبعا ما عنديش خبرة في المجال الطبي أبدا. فابتديت ان انا استعين بدكاتره، ومعايا دكتور اخصائي جراح عام دكتور ايهاب صادق بيساعدني في اي حاله بتجيلي، فبتواصل معاه وبيشرح لي الحاله دي جرحها مكانه فين، الحاله دي بتركب درنقه مثلا بعد العمليه فتره طويله فتره قصيره بتركب قسطره. لان كمان موضوع الدرنقه من اكتر الحاجات اللي المرضى بتعاني منها بعد العمليات الجراحيه، وده طبعا انا لقيته كمان في الدايره الضيقه اللي حواليا من اصحابي ومعارفي. يعني فكرة انك تبقى ماشي بدرنقة او ماشي ماسك درنقة او اتنين في ايدك فترة 10 ايام بتأيد جدا في الحركة. فابتديت ان انا اشتغل على تصميمات ليها جيوب داخلية او جيوب خارجية، بحيث ان المريض يحط فيها القسطرة او الدرنقة. ابتديت بعد كده ان انا اجمع الاحتياجات واحطها في تصميم واحد، بحيث ان التصميم يقدر ان هو يغطي احتياجات اكتر من جرح او اكتر من مشكلة يعني. ابتديت اجمع التصميمات وطلعت لاينز بقى، كل لاين ليه تخصص او كل لاين بينفع لاكتر من حاله جراحيه او كسر او حد عنده مشكله هتقعد معاه طول حياته. اشتغلت على تصميمات كتير، يعني مثلا في تصميمات معموله علشان عمليات استئصال ثدي او جراحات الثدي، لان بيبقى عندهم طبعا مشكله في حركه الدراع اثناء اللبس بعد العمليه، بيبقى عندهم كمان مشكله الدرنقه لانه بيقعدوا فيها او بيقعدوا بيها لمده اسبوع او 10 ايام. فبيتعمل لهم لبس مخصوص ليهم مفتوح من الكمام، بحيث ان هم يقدروا يدخلوا دراعهم من غير ما يرفعوا ايديهم، مفتوح من عند الباط علشان التغيير على الجرح، فيه جيوب داخليه عشان يحطوا فيها الدرنقه او الوعاءات اللي بيستعملوها بعد العمليه. ده تصميم. في مثلا تصميمات خاصه بجراحات القلب، ودي اتطورت معايا اثناء زيارتي لمؤسسه مجدي يعقوب. عرفت عن العمليه اكتر، عرفت عن الاماكن اللي بيحتاج الطبيب يوصل لها او اللي بيكون عليها غيار الجرح اكتر، فابتديت ان انا اعمل لهم تصميمات ملائمه للعمليات جراحات القلب. وده يمكن يستبدلوه بالجاون اللي بيتلبس في المستشفى اللي هو بيتربط من ورا، لان طبعا بيبقى كاشف معظم الجسم، فهيستبدلوه بجاون عباره عن سات عادي بنطلون وطب مقفول من كل حته، ويقدر الدكتور او المريض يدخل منه او ياكسس اي نقطه في الجسم، سواء بقى الجرح بتاع العمليه او مركب مثلا وعاءات او اي منطقه الدكتور هيحب يوصلها هيوصلها وجسم المريض كله متداري يعني. وطبعا التصميم اتطور لما قعدت مع الدكاتره هناك، التصميم اتطور وبقى افضل مناسب للمريض، بيريح المريض وكمان بيريح الطبيب. في التصميمات الخاصه مثلا بالكسور، في ناس لو مثلا عظمه الترقوه دي اتكسرت بتبقى مشكله ان هي طبعا بتتجبس او الكتف، بيفضل الدراع متعلق لفتره طويله. اتعمل له تصميم مفتوح من الكتف كله، بحيث ان هو برضو يقدر المريض يلبسه من غير ما يضطر ان هو يرفع دراعه، لان ده انا شفته على ارض الواقع. في ناس بتقعد بالشهور مش قادره تحرك دراعها او معلقه دراعها علشان عندها كسر في الكتف او كسر في عظمه الترقوة. ده بيبقى موجود اكتر في كبار السن وفي الاطفال، او يعني بتكلم عن الحالات اللي انا اتعاملت معاها. التصميم ده كمان بينفع مثلا جلسات الكيماوي او جلسات الكيموثيرابي، الناس اللي بتتعرض لها بشكل دائم
او جلسات الغسيل الكلوي، لان بيحتاجوا ان هم يوصلوا لنقط معينه في الجسم او عند عظمه الترقوه او عند الكوع مثلا، علشان ياخدوا من خلالها الجلسه، مش بيضطروا ان هم يقلعوا هدومهم او يلبسوا لبس معين علشان ياخدوا الجلسه دي. ده برضو بيسهل عليهم كتير اثناء الجلسات. وفي بقى التصميمات الخاصه بالكسور، انه مثلا حد رجله اتكسرت مجبسها من اول مثلا القدم لحد الفخذ، فمش بيعرف يتني رجله عشان يلبس الفخذ، فبيتعمل له حاجه مخصوص برده مفتوحه بسوسته او بسكوتش او بكباسيل بيلبسها من غير ما ان هو يبقى عنده معاناه في اللبس او في الحركه. يعني الخامات اللي بنستخدمها في المنتجات دي لازم تكون خامات طبيعيه 100%، لان المريض بيقعد بيها فتره طويله، سواء كان هيقعد بيها في المستشفى او هيقعد بيها في البيت. انا هدفي طبعا ان ادابت يوصل لكل مريض محتاجه، وان انا اقدر اساعد بيه اي مريض عنده مشكله في موضوع اللبس ده. فده طبعا اتمنى ان هو يتحقق عن طريق الانتشار طبعا، او عن طريق ان انا احط اللبس ده في اكتر من محل، او ان المريض يقدر يوصل له بالصوره. يعني برده فكره الاونلاين او ان المريض يشتري حاجة اونلاين مش بتبقى سهلة على كل الناس. يعني بداية الفكرة احنا كنا قاعدين، فهي طرحت الفكرة عليا وقالت لي انا عايزة اعمل براند يصمم ملابس خاصة بالعمليات الجراحية والكسور وكده. فعجبتني الفكرة جدا، وبدأنا نتناقش فيها وبدأنا ننفذ، وانا ساعدتها في اختيار الخامات المناسبة للديزاين. المريض بيبعت لها العملية بتاعته وهي بتصمم الديزاين اللي يخص العملية وبتبعته لي، وانا بقول لها الخامة دي هي تكون مناسبة للديزاين ده. انا دوري ان انا بستلم منها التصميم واحدد لها الخامة المناسبة للتصميم دوت، وابدأ انفذها من الاول. يعني انا بعمله لها من اول النسيج، وبعدين بسبغه وبديله في الصباغة مواصفات عالية جدا علشان يكون الخامة طرية جدا وناعمة على جسم المريض. بتاع عمليات جراحة الصدر يعتبر دلوقتي هو أكتر منتج عليه إقبال، بعد طبعا المنتجات بتاعت الكسور بتاعت الايد. وكمان انا شخصيا ليا تجربه في الموضوع ده وحابه احكيها. انا كنت بعمل جلسات علاج طبيعي على ظهري كله ورقبتي ورجلي، كنت متردده جدا ان انا اروح اعمل الجلسات دي، بسبب طبعا انه في اضطراريه لخلع الملابس وكده. فبصراحه شيماء نفذت لي تصميم مناسب جدا، ان انا بس اكشف المنطقه اللي هيتحط عليها اجهزه العلاج الطبيعي مش اكتر من كده. طبعا خلتني حبيت ان انا اروح اعمل الجلسات، وكمان في المكان اللي انا عملت فيه الجلسات الناس انبهرت جدا بالحاجه اللي انا كنت لابساها يعني، وبداوا يسالوني انت جايباها منين وكده، وعايزين كانوا يتعاملوا مع المهندسه شيماء في انها تورد لهم يعني للمرضى بتوعهم.